السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعرض على شركائها ومانحيها استراتيجية موريتانيا الخاصة بمحو الأمية. نقابات عمالية ومنظمات نسائية تخلد في نواكشوط ذكرى العيد الدولي للمرأة وتطالب بمنحها المزيد من الاهتمام. ملتقى تشاوري في نواكشوط يبحث أولويات التنمية بموريتانيا بمشاركة ناشطين في عدد من منظمات المجتمع المدني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يوما وطنيا في نواكشوط لعرض استراتيجيتها الجديدة الخاصة بمحو الأمية للشركاء والمانحين. وقال الوزير الأول يحيى الحدمين إن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة يعتبر أمرا ملحا لا يتطلب التأجيل، مؤكدا على اتساع الهوة فيما يتعلق بمفهوم الأمية بين العالم المتقدم وبلدان العالم الثالث. إن الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ماضية في الاتساع بوتيرة متسارعة، وخاصة في مجال العلم وأساليب التعليم. ومن أمثلة ذلك أن مفهوم محو الأمية التقليدي أصبح اليوم يتجاوز اكتساب المهارات الأساسية ليأخذ بالحسبان، فضلا عن ذلك البعد الرقمي الذي تقوم عليه مجتمعات المعرفة الحديثة. وبحكم هذا الواقع يقضي الإسراع بوضع وتنفيذ استراتيجية جديدة وعصرية لمحاربة الأمية بتعاون فعال وناجح مع شركائنا الفنيين والماليين أمرا ملحا بالنسبة لنا لا يحتمل الانتظار. وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد والأهل داود قال إن الاستراتيجية تم وضعها العام الماضي وتسعى إلى تحقيق أهداف من بينها تنسيق الجهود وتمكين المانحين من المساهمة في التمويل وتعزيز التعاون بشأنها. العلم هو مفتاح التقدم، وبأن الأمية تظل من أكبر عوائق التنمية ومن أهم أسباب العنف والتطرف، فقد أعدت بلادنا خلال السنة المنصرمة استراتيجية وطنية لمحاربة الأمية كانت ثمرة لمسلسل تشاركي بين جميع الجهات الفاعلة والأطراف المعنية. ونسعى من خلال عرضها اليوم إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها تنسيق الجهود سبيلا إلى مناصرة قوية للقضايا المتعلقة بمحو الأمية، إضافة إلى تمكين المانحين وكل الشركاء من المساهمة في تمويلها وتعزيز التعاون بين البلدان الجنوب بشبه المنطقة في هذا المجال. وإن أملنا كبير في أن تمكن نتائج هذا اليوم من وضع رؤية وطنية ثاقبة لتجسيد هذه الاستراتيجية الفعالة إلى واقع ملموس، ليستفيد من عطائها المعرفي مختلف شرائح المجتمع. أحيت عدد من النساء النقابيات في نواكشوط ذكرى اليوم الدولي للمرأة، واستعرضت أمينة النساء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا أبرز الإنجازات التي قالت أنها تحققت لصالح المرأة في البلاد. وقد أحيت النساء ذكرى اليوم الدولي تحت شعار المرأة في طليعة العمل النقابي، وشاركت في التخليد عشرات النساء والرجال ينتمون لنقابات عمالية مختلفة. هذا العيد يا السنة أخلق في ظرفية خاصة، ظرفية تدل على تعزيز مكانة المرأة في بلدنا. بين اللي كي تعرفوا يامس أخلق مرسوم لأول مرة في بلدنا يعفي عن السجناء النساء، بعض النساء اللي كانوا مسجونات. وأيضا يوم الخميس الماضي في مجلس الوزراء أخلق المصادقة على مشروع قانون يالطو يمكن من وضع منظومة لاهي تعود تكافح للي قالوا العنف ضد النساء. إذن هذو إجراءات بعد قا خلقت في وجه هذا 8 مارس. ونختار نقول أيضا أن هذا 8 مارس هو اللي تميز
أنه أول مرة في تاريخ بلدنا يعود فيه اتحاد نقابي تعود أمينة عام ومرأة، هذه أول مرة في تاريخ بلدنا. نختاركم تعودوا عارفين أن هؤلاء خطوات نزاد بهم الفاتخ الكامل في ذا العهد بفضل الإرادة الفخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد عبد العزيز. من ناحية أخرى، خرجت منظمة نساء الإصلاح التابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل في مسيرة بنواكشوط تزامنا مع ذكرى اليوم الدولي للمرأة. انطلقت من ملتقى طرق بي ام دي باتجاه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، ودعت المنظمة النسائية لحزب تواصل إلى الاهتمام بالمرأة ورفع التحديات التي تواجهها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية. المرأة البرلمانية اليوم برهنت على وقوفها مع المرأة ودفاعها عن المرأة، وقوف ضد الممارسات الكاملة اللي ضد المرأة، وجاءت اليوم ياك تعبر عن ذا، وكان حضورها حضور حاشد ولله الحمد. نختار ونقول في ورك ان ضد الممارسات كاملة اللي ضد المرأة، لا لظلم المرأة ولا لحرمان المرأة ولا لتهميش المرأة، ونطالب الجهات المعنية أنها تحقق المرأة جميع حقوقها. قال رئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح الحننة إن موريتانيا تعرف أزمة اقتصادية وسياسية جعلت البلاد تعيش ظروفا وصفها بغير الطبيعية. جاء تصريح الحننة خلال مؤتمر صحفي عقد بنواكشوط يوم أمس لانتقال الرئاسة الدورية للمنتدى من قطب المجتمع المدني إلى القطب السياسي. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. الرئيس الدوري الجديد للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة صالح الحننة يقول في مؤتمر صحفي لتسلم رئاسته الدورية للمنتدى إن موريتانيا تمر بأزمة سياسية واقتصادية جعلت البلاد تعيش ظروفا غير طبيعية، مضيفا أن الفريق الجديد لرئاسة المنتدى يتسلم مهمته في ظروف غير اعتيادية متعددة التحديات والأزمات. هذا الفريق يستلم مهمته في ظروف كيف تعرفوا غير عادية. أهم ما يميز هذه الظروف هو الوضعية اللي وصل لها البلد، واللي فعلا باتت تشكل أزمة حقيقية متعددة الأبعاد. من أهم مظاهر هذه الأزمة هو أولا الحالة الاقتصادية وشكل خاص المالية اللي بدأت البلاد تعيشها بعد تراجع أسعار المواد الأولية في اقتصاد ريعي كيف اقتصادنا، واللي فعلا بدأت تظهر نتائج بشكل واضح على الحالة الاقتصادية. صالح الحنان الرئيس الدوري الجديد للمنتدى، وفي معرض حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي حضره أغلب قادة المنتدى، قال إن النظام الموريتاني لم يستغل عائدات سنوات الطفرة الاقتصادية للتهيئة للمرحلة الحالية، وهو ما انعكس بشكل سلبي حيث باتت الضرائب المصدر الوحيد لمداخل الدولة على حد تعبيره. فترة الطفرة اللي خلقت نظامنا للأسف، وهذا طبيعته راجع لطبيعته البنيوية، ما استغل ذيك الطفرة الخلقت في أنه هي للمرحلة الجاية، وبالتالي عندما انهارت الأسعار له ما احنا فعلا وضعيتنا كاملة على شفا الانهيار، وهذا هو اللي انعكس على الكثير من مجالات الحياة. الرئيس المنتهية ولايته أحمد سالم البحبيني قال في المؤتمر الصحفي إن عراقيل وصفها بالبنيوية منذ عقدين كانت وراء فشل المعارضة وانزلاق عجلتها عن كل المنعرجات الديمقراطية، مضيفا أنه اتضح منذ الوهلة الأولى أن هناك من عرقل الحوار من داخل النظام ومن داخل المعارضة. سعيت إلى الحوار بالفعل، لكن دون أن أكون ممن يرون أن السعي إليه يعد نوعا من المحاباة والتزلف، بل بالعكس من ذلك سعيت إليه حرصا على مستقبل البلاد. وقد اتضح في الوهلة الأولى أن ثمة من يعرقل الحوار من داخل النظام ومن داخل المعارضة، رغم أن مسؤولية إفشال الحوار تعود للنظام وحده. ويدخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مرحلة جديدة تنتقل فيها رئاسته الدورية من قطب المجتمع المدني إلى القطب السياسي، انتقال يعتبر طبيعيا وفق نظام المنتدى، وقد لا يعول عليه كثيرا في الخروج بالحوار من مرحلة التعبير عن الاستعداد إلى الاستعداد الفعلي للحوار، ما دامت الأطراف تتبادل التهم بشأن من يتحمل مسؤولية تعثر المسار.
نظم في العاصمة نواكشوط ملتقى تشاوري حول أولويات التنمية، شارك فيه عشرات الفاعلين بالمجتمع المدني إلى جانب ممثلين عن وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. وقال الأمين العام للوزارة إن التشاور يشكل أولوية لدى الحكومة الموريتانية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية. نتابع. بعد انعقاد اللقاء التشاوري الأول حول العلاقة مع المجتمع المدني والثقافة والصناعة التقليدية العام الماضي في العاصمة نواكشوط، يأتي اللقاء التشاوري الثاني مع منظمات المجتمع المدني حول أولويات التنمية والتعليم والصحة بتنظيم من طرف وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وبالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة. يطيب لي باسم معالي وزير العلاقات مع المجتمع البرلمان والمجتمع المدني أن أشرف معكم على اللقاء التشاوري الثاني مع المجتمع المدني، والذي يتناول الشراكة مع المجتمع المدني وكيفية تجسيدها في استراتيجيات التنمية، وخاصة بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة اللذين يعتبران من أهم أولويات الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر واستراتيجية النمو المضطرد والرفاه المشترك. رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين قال إن مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا اللقاء ستساهم في الرفع من مستوى منظمات المجتمع المدني في موريتانيا، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن في البلد. هنا تبرز أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع العام من جهة، ومن جهة أخرى يأتي هذا اللقاء تعزيزا للشراكة بينه وبين الشركاء في التنمية، كما أن هذا اللقاء جاء ليعزز فكرة إشراك المجتمع المدني في تصور وإعداد ومتابعة البرامج والسياسات التنموية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وهو أمر يستحق مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة الشكر عليه، وعلى الدعم الذي يقدمه لمنظمات المجتمع المدني الموريتاني. ويستمر اللقاء التشاوري الثاني يومين في العاصمة نواكشوط، ويتوقع أن يستفيد المشاركون فيه من تبادل التجارب فيما بينهم، خصوصا فيما يتعلق بتجربة منظمات المجتمع المدني في مجالات التعليم والصحة والاستراتيجيات التي تتبعها الحكومة الموريتانية في هذه المجالات. إلى الشأن الفلسطيني، حيث تواصل الاقتحام الميداني للقرى والبلدات الفلسطينية من طرف جيش الاحتلال مصحوبا بضباط المخابرات الإسرائيلية لاقتحام منازل الفلسطينيين وإجراء تحقيقات ميدانية مع الشباب الفلسطيني الناشط في الانتفاضة. نتابع. اقتحمت دوريات الاحتلال ظهر الاثنين بلدة بيت فوريك شرق نابلس برفقة ضابط مخابرات، في حين منعت قوات الاحتلال مزارعي بلدة عقربة جنوب نابلس من حراسة أراضيهم. ونقلت وسائل الإعلام عن الناشط مناض الحنني من بيت فوريك قوله إن 6 دوريات تابعة للاحتلال اقتحمت البلدة على دفعتين برفقة ضابط المخابرات، واندلعت مواجهات مع شبان. وأضاف أن المواجهات تركزت على المنطقة الصناعية، وأطلق الجنود خلالها قنابل الصوت والغاز بكثافة باتجاه الشبان. يذكر أن بلدة بيت فوريك تشهد مؤخرا اقتحامات مستمرة من قوات الاحتلال برفقة ضباط المخابرات الذين يعملون غالبا على استجواب الشباب ميدانيا. من جانب آخر، منعت قوات الاحتلال ظهر الاثنين مزارعا من بلدة عقربة شرق نابلس من حراسة أرضه الواقعة في منطقة صوف جنوب البلدة. وقال الناشط في قضايا الاستيطان يوسف ديرية إن قوات الاحتلال منعت المزارع بلال حامد من حراسة أرضه الواقعة في منطقة صوف جنوب البلدة، كما صادرت جرارا زراعيا تعود ملكيته لمهر فارس بن فضل. من جهته، ناشد المزارعون المنظمات المحلية والدولية التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحقهم وتمكينهم من حراسة أراضيهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها: وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تعرض على شركائها ومانحيها استراتيجية موريتانيا الخاصة بمحو الأمية. نقابات عمالية ومنظمات نسائية تخلد في نواكشوط ذكرى العيد الدولي للمرأة وتطالب بمنحها المزيد من الاهتمام.
ملتقى تشاوري في نواكشوط يبحث أولويات التنمية في موريتانيا بمشاركة ناشطين في عدد من منظمات المجتمع المدني. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع الوثيقة الأخيرة التي تتحدث عن سعي تنظيم القاعدة إلى بناء اتفاق مع الحكومة الموريتانية مع مفتي القاعدة السابق الشيخ محفوظ وللوالد. في 9:00 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.